كل الناس بتكون متحمسة انها تخلص ثانوية عامة وتصير طلبة جامعات وتلتحق بالكلية اللي نفسها فيها، فمبروك للناس اللي التحقت بالكليات اللي على رأس التنسيق. بس الموضوع مختلف شوي وصعب شوي، ولازم نكون جاهزين لحتى ما نحس بالإحباط بعد أول يوم أو ثاني يوم أو أول شهر من الجامعة، ونكمل بنفس النفس وبنفس الحماس لآخر يوم. ورجعنا بعد غيبة طويلة. مساء الخير أصدقائي، مساء الخير متابعين دكتور هيرو. بالفترة الماضية حوالي 10 أيام ضليت قاعد عم فكر بأنه شو موضوع الحلقة اللي ممكن يكون مفيد لطلاب خلصوا ثانوية عامة وحيفوتوا على الجامعة، أو لطلاب حيلتحقوا بالثانوية العامة. فترة الجامعة لازم تبدأيها صح لحتى تقدر تكمل فيها، لأنه دايما الفيرست امبريشن أو الانطباع الأولي عن أي شيء غالبا بيدوم لفترة طويلة. فبهي الحلقة أنا بدي أخبركم بأنه جهزت كورس للطلاب اللي إن شاء الله حيلتحقوا بكليات طب بشري، صيدلة، أسنان، علاج طبيعي، بيطري، أو أي شيء له علاقة بالمجال الطبي. بهذا الكورس إن شاء الله حنزل الحلقات بمواعيد ثابتة، حأشرح فيهم العقبات اللي قابلتها بالجامعة وهي اللغة. أكثر عقبة قابلتها في بداية الحياة الدراسية بالمجال الطبي هو اللغة. اللغة ما هي الإنجليزي؟ يعني أنت لو كنت خريج مدرسة لغات فما رح يفيدك هالموضوع كتير، ولكن دايما الحكمة أو الموضوع بالميديكال ترمينولوجي أو المصطلحات الطبية. هذا الكورس إن شاء الله رح أقدم لك معظم المصطلحات الطبية اللي حتقابلها بأول ترم أو بأول سنة دراسية اللي حتقابل فيها صعوبة، لأنه أنت حتكون منتقل من حياة الثانوية لحياة الجامعية. شو يعني ميديكال ترمينولوجي؟ هي عبارة عن مصطلحات طبية غالباً أصلها لاتيني، دايماً بنلاقي مشكلة بنطقها، بفهمها، بحفظها، بترجمتها. فبهذا الكورس إن شاء الله رح أعمل لك ملخص صغير للمصطلحات الطبية اللي حتفيد طلاب الكليات اللي ذكرناها بأول الفيديو. فلحتى ما يفوتك أي حلقة لازم تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس لحتى يوصلك تنبيه بكل حلقة بتنزل، لأنه الكورس مترتب على بعضه وكل حلقة مترتبة على اللي قبلها. لحتى تأخذ أحسن استفادة من الكورس فيفضل أنك تكون موجود قدام اللابتوب أو التليفون وأنت عم تحضر حلقات الكورس، ومعك دفتر أو نوت تكتب فيها الملاحظات تبعك. بالإضافة أن حنزل لك PDF تحت بصندوق الوصف تبع كل حلقة، وحعمل لك كويز تمتحن فيه حالك أو تشوف أنت فهمت من الدرس ولا لا. وإن شاء الله ما رح نغيب كثير عن بعض، الحلقات حتنزل بمواعيد ثابتة، فتابعوا القناة لحتى تقدروا تستفيدوا من هذا الكورس. خلينا ننتقل هلأ من الكلام عن الكورس للفائز اللي كسب الجيفاوي الماضية. وهون منكون رحنا على الموقع اللي بيختار فائز من الكومنتات اللي علقوا على الفيديو الخاص بالجيفاوي. هحط لينك الفيديو وقول له فلترنا الناس اللي عملوا اكتر من كومنت عشان كل الناس تكون لها نفس الفرصة. هو حيبدأ يختار وقول له اخترنا حدا يفوز بالجيفاوي. مبروك يا خالد، اكسبت جيفاوي مقدمة من دكتور احمد هويدي صاحب قناة أحمد هويدي نيوتريشن. والجائزة مثل ما اتفقنا هي عبارة عن نظام تمريني بالجيم مع دايت غذائي لمدة 6 أسابيع. وبهيك بنكون أعلننا عن الفائز اللي ربح الجيفاوي، وأعلننا عن الكورس اللي حينطلق الأسبوع القادم إن شاء الله. ولا تنسوا تتابعوني على الانستغرام وعلى الفيسبوك، اللينكات موجودة في صندوق الوصف. ما تنسوش لو احتجتوا حاجة ادوا العيش لخبازة. سلام.